السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نشرح موضوع السوبرا كوندايلر فراكتشر في تشيلدرن وراح نغطي هاي الأوبجيكتيفز. ميكانيزم أوف إنجري، المريض راح يجي يوقع عن فور أن أون ستريتش أرم وياها إكستنت إكستنشن فورس، حيصير عندي بوستيريور فراكتشر. هذا هو موست كومون تايب بيصير 95%. النوع الثاني المريض حيصير عنده فول أون هيز إلبو مثل ما تشوفون بالصورة، حيصير عندي إنتيريور فراكتشر وهذا فقط 5%. الكلاسيفيكيشن راح نقسم ثلاث انواع اساسيه. النوع الاول اللي هو نون ديسبلايزد فراكتشر. النوع الثاني حيصير عندي انجوليشن فراكتشر، يعني البون حق اتصال ويا البون، يعني كونتينيوتي اكو بس حيصير عندي انجوليشن. التايب 2A حيصير عندي مودريت انجوليشن. التايب 2B حيصير عندي سيفير انجوليشن. اما النوع الثالث من الفراكتشر التايب 3 اللي هو حيصير عندي ديسكونتينيوتي ديسبلايزد فراكتشر. نيجي على الفيزيكال برزنتيشن. المريض حيجي عنده سيفير بين وديفورميتي بهاي المنطقه. حيصير عندي هنا في شيء خاص يسموه اس شيب او فورك ديفورميتي مثل ما تشوفون بالصوره. هنا ضروري جدا جدا افحص فور نيوروفاسكولار اكزامينيشن، لان هنا الكومبارتمنت سندروم والارتيريال دامج عندي عالي. فالمريض اول ما اسوي بلس ونيوروفاسكولار اكزامينيشن اسوي له باسيف اكستنشن اوف ذا البو. لان اذا صار عندي بين ويا هاي الحركه معناته اني داخل بالكومبارتمنت سندروم. كاكس راي وطبعا قبلها ضروري افحص الريست اكزامينيشن والشولدر اكزامينيشن اخاف عندي اني اسوشيت فراكتشر. الاكس راي حطوا تو فيوز اي بي ولاترال فيوز. هنا انا عندي باللاترال فيو فت علامه هم يسمون فات باد ساين. هاي يصير تايب 1 فراكتشر اللي هي تصير دون ديسبلايز فراكتشر. انا ما راح اشوف اكو كسر بالاكس راي بس راح اشوف عندي هاي الفايت فايت ساين تدلين على انه اكو اودما وفراكشر بسيط موجود بالمنطقه. المانجمنت راح تعتمد على انواع الفراكشر. تايب 1 كل شيء ما راح اسوي له، مجرد سبلنت 90 درجه الالبو ابقينه مده 3 اسابيع. طبعا اول ما احط السبلنت لازم وراها افحص النيوروفاسكولار اكزامينيشن وورا 3 الى 5 ايام ارجع اخذ اكس راي. ليش؟ اخاف اسوي ديتكشن اني مور او صار عندي ديسبلايسمنت جديده ورا 3 الى 5 ايام. عندي تايب 2A. تايب 2A فراكشر هنا يحتاج ريدكشن اندر جنرال انستيزيا، كلوز ريدكشن اندر جنرال انستيزيا. نسوي ريدكشن واول ما اسوي ريدكشن ضروري ارجع باول يوم وايميديتلي وخلال اول يوم ارجع اسوي نيوروفاسكولار اكزامينيشن. خاف صار عندي نيورو فاسكولار دامج ورا ريدكشن. وراها ارجع اخذ اكس راي ورا 3 الى 5 ايام وراها سبلنت 90 درجه ونفس المانجمنت مال تايب 1. هسه نجي على التايب 2B والتايب 3 فراكشر. هنا نفس الشيء، هم كلوز ريدكشن اند جنرال انستيزيا. بس النقطه المهمه هنا ضروري يحتاج سيرجري، يعني اسوي له بيركوتينيوس سبيننج مثل ما تشوفون بالصوره. بقيه المانجمنت نفس اللي حكينا قبل وضروري افحص النيوروفاسكولار اكزامينيشن ورا ما اسوي ريدكشن. بالنسبه للانتيريور فراكشر نفس الحكي اللي حكيناه بس هنا نستخدم نوع خاص من السبلنت اللي هو يسموه باك سلاب سبلنت مثل ما تشوفوا بالصوره. ككومبليكيشنز عندي ايرلي ريت. الايرلي قلنا اهم شيء هو الكومبارتمنت السندروم اللي هو ارتيريال دامج. فشو اسوي اذا صار ارتيريال دامج كومبارتمنت؟ اول شيء اوضح شو دراسينج عندي واسوي باسيف فليكشن اكستنشن عفوا لحد ما يرجع عندي البلس. اذا سويت اكستنشن وما رجع البلس هذاك الوقت ضروري نسوي فاسكولار كونسلتيشن فاسكولار سيرجري، نسوي ارتيريوغرام ونسوي فيشيتومي حتى نوخر البرجة. الكومبليكيشن الثانيه نيرفس انجري. اي نيرف يعور هالمنطقه ممكن تاذي بس اهم شيء ميديا نيرف واهم شيء انتيريور انتروسياس نيرف. نعرف انه immediate injury ما نيرف ويجوال جود بروجنوزز 3-6 شهور تصير زين، بس اذا صار عندي injury ورا المانجمنت لا هذا باد بروجنوزز. عندي late complications joint stiffness وميوسايتس اوسيفيكنس حكينا عليها بهيج المحاضره. بس هناك شيء عندي جدا مهم هي المانيومين. مانيومين ممكن يصير عندي forward ممكن يصير عندي backward ممكن يصير عندي sideway. هذا sideway حينطق عليه مصطلح يسموه بشعر ويسوي ديفورمتي اسمها الجن ستوب ديفورمتي او فارس ديفورمتي مثل ما تشوفون بالصوره. وهذا طبعا يحتاج اذا صار عندي ديفورمتي سيفير اسوي لازم ري الاينمنت اوستيوتومي واصلح هذا الماليوني. سلام.